ما زال العالم يستمر في النمو، والبنى التحتية تستمر في سد الفجوات، وهذا يأخذ في الاتساع بشكل متزايد. ولذلك هناك حاجة متزايدة إلى دعم الأعضاء في مواجهة الكوادث الطبيعية المتكررة أكثر من أي وقت مضى. فقد رأينا العديد من المآسي الأخيرة مثل ما شهدنا بليبيا والمغرب، والأهم من ذلك أن الخطر الواضح والقائم الحالي في تغير المناخ يهددنا جميعا. وتوقعات بنوك التنمية متعددة الأطراف لم تكن أعظم من أي وقت مضى. وكما أنه علينا أن نكون لدينا بشكل كبير مزيد من التعاون العالمي، إذن هذا الاجتماع السنوي هو فقط مرحلة وخطوة في سلسلة لا متناهية من التعاون لمواجهة التحديات نحو غد أفضل. ومنذ 45 عاما كتب الرئيس المصري أنور السادات في مذكراته اليومية: لا يمكن أن يكون هناك أمل إلا إذا كان هناك مجتمع يعمل كأسرة واحدة كبيرة وليس كعديد من الأسر المنفصلة. إذن هذا هو جوهر الروح المتعددة الأطراف والتي تقوم بتشكيل هذه في مفهوم البنك الآسيوي عام 2016. إذن وبكل فخر أقدر أقول أن البنك الآسيوي للاستثمار في البنى التحتية وبعد 8 سنوات على تشغيله تم الاعتراف به كعنصر أساسي في البنية المالية العالمية. ويظل البنك الآسيوي للاستثمار في البنى التحتية ضمن الجينات الوراثية لبنوك التنمية متعددة الأطراف، ويتمتع بالعديد من السمات الخاصة والتي يتمتع بها بنك التنمية متعددة الأطراف والذي يتناسب مع تحديات القرن 21. وهذا من شأنه أن يقوي بشكل وثيق مع كل المؤسسات الشقيقة الروابط العائلية حتى تعمل جميعها وتساهم بنشاط في إصلاح بنوك التنمية المتعددة، بما في ذلك الكاف، مراجعة كاف لمجموعة 20، وأيضا تؤسس مبادرة جديدة مع شركاء موقرين بوتيرة فائقة السرعة. وبعد الإعلان المشترك الذي أصدره بنكنا مؤخرا مع البنك الدولي عن الضمانات والتي بلغت قيمتها 1 مليار دولار أمريكي لمجموعة مختارة من محافظاتها السيادية، يعتبر أحد الأمثلة على جهودنا السريعة والتعاونية القوية لدعم قوة أنظمة البنوك. نحن أيضا فخورون بسجلاتنا التمويلية كأكبر شريك تمويل مشترك لكل من البنك الدولي وبنك التنمية الآسيوي، بالإضافة إلى شراكاتنا الوثيقة مع البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير ومع بنك الاستثمار الأوروبي. هذا التعاون الذي يجسد الالتزامات من جانب البنك الآسيوي للاستثمار بمواجهة التحديات التنموية. وعلى مدار العام الماضي أعلن عن عدد من الاتفاقيات مع عدد من الشركاء الموقرون، بما في ذلك الوكالة الفرنسية للتنمية وبنك التنمية المالي ومؤسسة بلومبرغ الخيرية وصندوق الأوبئة وتحالف الطاقة العالمي من أجل الناس والكوكب، كما أن منصة تمويل سريع تقوم بتحويل الطاقة مع رئاسة مؤتمر أطراف 28.